استعمال اللغة العربية والأمازيغية داخل الإدارة للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية ليتفضل أحد السادة. تفضل السيدة النائبة بطرح سؤال. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، لا يزال استعمال اللغة الفرنسية هو الأكثر استعمالا في الإدارة العمومية على حساب اللغتين الرسميتين لبلادنا، اللغة العربية والأمازيغية، على الرغم من النص الدستوري. لذلك نسألكم السيد الوزير المحترم عن ما هي الإجراءات التي ستتخذونها من أجل تعزيز استعمال اللغتين العربية والأمازيغية بالإدارة بلادنا، وشكرا. جواب السيد الوزير، تفضل. السيدة النائبة، أكيد أن مسألة التعدد اللغوي حقيقة تاريخية متجذرة في تاريخ المغرب، وشكلت اللغتين العربية والأمازيغية يعني مقوما أساسيا في الشخصية المغربية. والمجتمع المغربي على مر العصور تم يعني دبر هذا الأمر ووظفه في سياق انصهار مجمل المكونات الثقافية في الهوية المغربية. الآن تضمن التصريح الحكومي توجهات واضحة تقضي بتنزيل تشاركي يرتكز على تقوية هاتين اللغتين الرسميتين الأمازيغية والعربية في إطار يحفظ الوحدة والتنوع، وبذلك س يعني بغية إرساء قانون خاص باللغة العربية وإرساء أكاديمية محمد السادس وإرساء المجلس الوطني للغات والثقافة، وكذلك وضع قانون تنظيمي يحدد كيفية يعني إدراج الأمازيغية وإدماجها في التعليم. وقد حدد المخطط التشريعي وقتا لتنزيل هذه القوانين، ونحن ماضين في السعي إلى إنزالها في أقرب الأجل. ولكن بعد المعطيات، فالآن بلغ عدد المعلمين يعني والمعلمات اللغة الأمازيغية حوالي 51 المتعلمين، 51 شكرا ألف. السيد الوزير، انتهى الوقت المخصص لكم. كلمة في إطار تعقيب لأحد السادة النواب من فريق العدالة والتنمية، تفضل. تفضل السيد النائب. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيد الوزير، السيدة السادة النواب، هذا الموضوع السيد الوزير ديال الأمازيغية واللغة العربية، اللغة الأمازيغية والعربية في الإدارة، أنا كنظن أنه من بين المشاكل الحقيقية اللي مازال كتعيشها الإدارة ديالنا. المشكل ديال التواصل مشكل حقيقي في الإدارة ديالنا السيد الوزير. فاش كيمشي المواطن للإدارة أصلا عنده واحد الخلفية، كيمشي أنه ما غيقضيش غرض، كيمشي كيلقى المشكل ديال التواصل. أنا كنظن أن الشعار ديال خدمة الإدارة للمواطن اللي كنا كنسمعوه منذ سنوات طويلة ما يمكنش نتقدموا فيه السيد الوزير إلى ما كانش تواصل حقيقي مع المواطن، وما يمكنش يكون تواصل حقيقي مع المواطن إلى ما كناش كنتواصلوا معاه باللغات اللي كيفهمها السيد الوزير. انا غنقول لك واحد الوضعيه بسيطه السيد الوزير، وهذه غن راه كني السيد الوزير يحيد ذاك كرا المواطن كان مغربي يحس انت عربت يدوس اللغه سيدوس الاداره راه اتفى المشكل يحس انت عرب، فما بالك كرانيا نريد انت عرب يسنا غير تمازيغ تدوس مز الاداره راه تلقى المشكل اكثر صعوبه. راه كني السيد الوزير انا نشرح لك السيد الوزير الى مشى مواطن تيعرف العربيه مشى الإدارة تيلقى مشكل حيت ما تيفهمش، كي كان تصوروا المشكل اللي ممكن يلقى. الوقت المخصص لكم السيد النائب المحترم، هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضل السيد النائب المحترم من فريق استقلالي، تفضل. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير المحترم، أظن أن هذا الموضوع أخذ وقت طويل من المناقشة والمذاكرة في طيلة هذا المدة النيابية. أنا تنبغي نقول للسيد الوزير هو أن هذا الموضوع يعتبر بالنسبة للمغاربة هو أكبر احتقار تتحتقره الحكومة بالمغاربة، لأن الإدارة المغربية تترسلهم بلغة غير اللغة الوطنية الموجودة في الدستور، وهذا ما تيطلب حتى حاجة، تيطلب مراسلة من رئيس الحكومة لجميع المواطنين، ما يكتبش للإدارة لأن الإدارة ما تديوش عليه. شكرا يكتب السيد النائب المحترم، هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ كلمة السيد الوزير. السيد الوزير تفضل، إلا عندك شيء تعقيب في إطار ما تبقى من الوقت. قلت أن هناك يعني مجهودات كتعمل الآن من طرف الإدارات، هناك من يعني حقيقة هناك صعوبات
هناك صعوبات اولا في تعميم التعليم وانزال التعليم لان المعلمين قلال وتصعب نعمه في الثانوي لان خاصك تعمم اولا في الابتدائي. النقطه الثانيه هي سنعمل على اخراج القانون التنظيمي للتنزيل السليم لهذا المقتضى ان شاء الله. سؤال